السلام عليكم في درس جديد من اللغة الإنجليزية للمبتدئين. درسنا اليوم إن شاء الله غادي يكون حول describing people، وصف الأشخاص يعني بطريقة مبسطة وسهلة. إذا بغيت نوصف واحد الشخص فغادي نقدر نوصف له personality ديالو، personality و appearance يعني الشكل physically، شكله الخارجي، وال personality شخصيته الداخلية. okay so to describe people or to describe a person. First question is what is he or what is she like. كي داير داك الشخص يعني في الطبيعة ديالو، في الشخصية ديالو. غادي نحاول، انا هنا جمعت معظم الكلمات يعني تقريبا اللي تستعمل لوصف الاشخاص. غادي نحاول نفوت عليها دغيا باش ما يجيش الفيديو طويل. انتوما تستعملوا الكلمة اللي لقيتوها مناسبة لوصف الشخص الذي تريدون وصفه. okay so we start honest. نزيه صادق. dishonest is the opposite. حصلت على الضد ديالها بإضافة this. obedient مطيع. disobedient the same thing. cheerful funny entertaining تقريبا عندهم نفس المعنى، أنه مرح ضحوكي نشط يعني يدخل السرور على الشخص الذي يكون معه. intelligent clever smart يعني كلها intelligent ذكي نابغة إلى آخره. كانوا اختلاف degrees. stupid غبي crazy مجنون selfish أناني talkative كثير الكلام ضل مضجر بليد ممل cranky غريب الأطوار قلق patient صبور energetic حيوي active نشيط help help verb help helpful خدوم care caring ودود care about people يعني يهتم بالآخرين reliable rely you can rely on يعني تقدر تعتمد عليه friendly from friend friend يعني شعبي يعني كيدير الأصدقاء unfriendly لا الضد ديالها sincere صادق مخلص insincere the opposite nice جيد kind طيب القلب warm دافئ المشاعر ودود modest متواضع self confident واثق من نفسه straightforward يعني يقول كلمة الصح الحق أو يقول كلمة الحق يعني دائما straightforward يعني good very good self obsessed يعني مهووس بشخصه بنفسه self centered يعني هو السنتر ديال راسه يعني مهتم بنفسه هادو self obsessed self centered مع selfish نفس المعنى ديال الأناني كيختلفوا تاني في الدرجة hard working مجد optimistic متفائل pessimistic العكس ديالها positive ضدها negative إيجابي سلبي رود قاسي ميسي غير منظم مربج tough قاسي ساسي قلق وقح short tempered يعني سريع الغضب مودي مزاجه متقلب من mood storm متشدد قاسي صارم إلى آخره fear خوف fearless لا يخاف brave شجاع timid and shy خجول timid أكثر من شايف the grief هذا quite صامت aloof متحفظ and quite boyish يميل إلى الصغر أو تصرفات صبيانية girly same thing for girls manly for men's or for women بالنسبة للمرأة اللي عندها تصرفات تميل للرجولة أو الخشونة womenly العكس okay appearance بالنسبة لـ appearance what does he or what does she look like يعني كيف هو في شكله الخارجي attractive she is pretty or beautiful for girl for women okay for feminine he is handsome for men okay يعني وسيم للرجل المذكر و she is pretty or beautiful for women المرأة cute ظريف attractive جذاب أو جذابة stunning جميل جدا واو perfect رائع ugly negative يعني قبيح أو قبيحة belt and height we have tall and short طويل وقصير باش نقدروا نقولوا جدا very tall or very short طويل جدا قصير جدا or quite شيئا ما إذا كان يميل الطول غادي تقولوا quite he is quite tall شيئا ما طويل he is quite short كيميل القصورية of average height or of medium he is of medium height
يعني متوسط الطول. He is around 1 meter 53، يعني هو حوالي متر و53. Weight and shape: thin, slim, lean, slender, lanky. كاع كان يقولي بأن الإنسان ضعيف، يعني نحيف جسديا، نحيف. Fat, plump, shabby, round, overweight and large, big, heavy. كان يعني يقولي أن الإنسان ثقيل في الوزن ديالو. Average weight يعني متوسط الوزن. Well built بالنسبة لل sportive people، يعني اللي كيمارسوا الرياضة. Strong، قوي. Hair length، hair we have short and long. We have shoulder الكتفين، الكتف shoulder length or medium length. ولا تقدر تقول my hair goes down، ولا her hair، ولا his hair. Okay، usually her hair goes down to، يعني شعرها ينزل إلى، وتقول الحدود اللي وصل shoulders or armpit، الابطين أو waist، الخصر إلى آخره. Quality of hair we have soft، ناعم، سلكي، حريري، shiny، لامع، damaged، متضرر، dry، جاف، straw like، يعني خشن جدا. Texture and style we have straight، رطب مستوي، wavy متموج أو مموج، curly فريزي. Color we have blonde، we have different colors، we have platinum blonde، dirty blonde. okay، نحن نركزوا على معظم الكلمات المستعملة ببساطة: blonde، black، brown، golden، ذهبي، ginger، red and grey. ونقدر نستعمل fair or dark، يعني إذا كان يميل الزعورية fair، يميل اللون غامق dark. Usually we say I have black hair. okay، كاين واحد الحالة اللي نقول I am haired، I am plus adjective plus hair، ولكن حالات قليلة مثل I am ginger haired or I am blonde haired، ولكن ما نقدرش نستعملها مع the other colors. okay، so نمشي مع هذه I have black hair. بالنسبة لل word order في الـ adjectives we say long، يعني الشكل الخارجي ديال الشعر long or short، الكواليتي ديالو، الكالر، عاد نذكر noun، ضروري ما نتبع نفس same order. okay، others we have bald، bald or bald headed، يعني أقرع، أصلع، مستاش، شوارب، beard، اللحية، ponytail، يعني كوتشيفال. بالنسبة للأيج، إلا بغيت نوصف الشخص في الأج ديالو غنقول young، شاب، little، صغير، little boy، little girl، little sister. Old and elderly، elderly يعني شيخ كبير. In early 20s or mid 20s or late 20s، في بداية أو وسط أو أواخر عشريناته أو ثلاثيناته، 20s 30s 40s إلى آخره. A kind of، kind of، he is a kind of young، يعني يبان صغير. She is a kind of old، كتبان كبيرة. Around، حوالي 20 عام. Around 20 years old، حوالي. okay. Skin white and we can say fair، brown، brunette، يعني سمراء. We have black، we can say dark. Tint bronzy بسبب الشمس، محمر بسبب أشعة الشمس. Tint opposite pale، شاحب. okay. Eyes we have fair and dark، grey، blue، brown، green، black and hazel. Hazel is green and brown، it's بين القهوي والخضر. بالنسبة للشعر والعينين وحتى السكين، يعني الجلدة، البشرة، فكنستعملو fair و dark. إلا ما بغيتش نسبيسيفي يعني الكالر، يعني نقول نيشان الكالر exactly، غادي نقول fair إلا كان زعر كيميل الأبيض، و dark إلا كان لونه غامق، سواء كان الشعر أو البشرة أو العيون. lips we have thin lips، شفتان رقيقتان، or full يعني ممتلئتان، ونقدر نقول heart shaped lips، يعني شفتان على شكل قلب. nose we have big، small، كبير، صغير، full، عامر، straight، مقاد، مستوي، مقاد، crooked we have مقوس أو أعوج، hooked like hook، like خطاف، معقوف like hook. turned up يعني كيميل شوية للفوق، و turned down يعني كيهبط لتحت.
or we say upturned or downturned. Okay, face we have a round مستديرة, oval شكل بيضاوي, square مربع, heart shaped على شكل قلب. نقدر نضيفه هنا في الوصف ديال الشخص إذا كانت عنده شي علامة معينة, مثلا ندبة في الوجه دياله بسبب حادثة, أو scar or a birthmark يعني وحمة في يعني علامة ولادة, وحمة في مثلا في الوجه أو في الذراع أو شيء من هذا القبيل. اوكي سو هذا هو الوصف ولا معظم الكلمات ولا معظم لي بارتي ولا الحوايج اللي خصني نوصفهم في الشخص باش نقدر الاخر يتعرف عليه, خاصه اذا كانت في الجيم تاع جاس هو خمن من. فهاد اللعبه في هاد لوكا مزيانه بزاف, واحد المجموعه ديال التلاميذ يختاروا واحد الشخص ولا واحد التلميذ يختار واحد التلميذ من القسم ديالو او شخص من المؤسسه ويوصفه, وعلى التلاميذ الاخرين انهم يلقاو شكون هذا الشخص اللي توصف يعني, وخص يكون الوصف دقيق باستعمال مثلا هذا الفوكابولري. اوكي اي هوب اتس كلير. وكذلك لوصف شخص ما يعني نقدر نضيف حتى his likes and dislikes, his preferences. For example I can say نقدر نقول مثلا he likes traditional or he likes modern clothes or fashionable clothes, he doesn't like traditional clothes, كيعجبوه مثلا الملابس العصرية ولا تعجبوه الملابس التقليدية, he likes light colors, he doesn't like dark ones, يعني كيعجبوه الألوان الفاتحة ما يبغيش الألوان غامقة dark. Okay, he likes football, he plays football all the time, he is a good football player, إلى آخره. يعني الحوايج اللي يكونوا يعني باينين فيه ولا الزاكتيفيتي اللي يكون كيعجبوه بزاف ولا الرياضة اللي يكون مارسها ولا حتى هادو يعني good points يعني في الوصف ديال الشخص. نتمنى أن الدرس ديال اليوم كان واضح وعاونكم ولو قليلا. See you in another lesson إن شاء الله.